السلام عليكم ومرحبا بكم في الشيوه من شيوات كوزينتنا. اليوم ان شاء الله نقترح لكم الحريره بطريقتي انايا، لان كاين عده طرق مختلفه كتبقى على حسب الجهات والمناطق ديال المغرب، وكتبقى على حسب كل عائله وكل فرد ديال كل اسره. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا واحد 5 حتى 6 الحبات ديال المطيشه اللي شديتهم حيت لهم هذاك الراس الفوقاني وقسمتهم هكا على 4، واحد الحبه ديال البصله اللي كبيره وقطعتها هي هكا يا طريفات. عندنا واحد القبطه ديال القزبر، قبطه ديال المعدنوس، ونص قبطه ديال الكرافس اللي قطعتهم ووجدتهم من قبل. عندي هنايا واحد 3 المعالق ديال العدس، واحد زلافه كما ملاحظين بحال هكا ديال الحمص اللي مرطب ليله كامله من قبل وعاد حيت لي دوك القشور. عندي هنايا واحد طريفات ديال اللحم مقطعين هكا طريفات، وواحد العظم حتى هو غادي نضيفو معاهم. بالنسبه للتوابل كنحتاجو الملحه، بزار، خرقوم، هنايا دايره الخرقوم البلدي، واحد شويه ديال الزعفران باش كيعطيها شويه ديال اللون، وهنايا واحد المعلقه كبيره ديال السمن. اول حاجه غادي نديرو، هادو بالنسبه للمقادير ديال المرحله الاولى. من اول حاجه غادي نديرو، غادي نطحن هاد المطيشه مع شويه ديال الماء، هكا كيبسط عليا الامور ما كنبقاش نحك فيها. غادي نطحنها في مولينكس كما قلت مع واحد شويه ديال الماء. بعد ما كنطحن المطيشه مزيان كيف ما ملاحظين، انا بالنسبه ليا كنخليها بالقشور ديالها. هنا في هذه المرحله اللي بغيتو تصفيوها ممكن تصفيوها، ولكن ديك القشور كيزيدو كيعطيوها واحد اللون وكيعطيو للحريره واحد الحموضه. بالنسبه ليا انا كنفضلها، ولكن كما قلت الا بغيتو تصفيوها تصفيوها. غادي ندوز نطحن البصله حتى هي بنفس الطريقه مع شويه ديال الماء. كنضيف البصله حتى هي على ديك المطيشه، وغادي نضيف المقادير الاخرى كاملين. غادي نضيف الحمص، نضيف هذوك 3 المعالق ديال العدس، كنضيف القزبر، ما غاديش نضيفه كامل، غنخلي واحد شويه كنديرو في الاخر ملي كطيب الحريره. قبطات ما كيكونوش كبار بزاف، متوسطين في الحجم ديالهم. غادي نضيف هنايا القزبر، هذاك المعدنوس والكرافس. غادي ندير هذوك الحيمات والعظم اللي مديرين، وغادي ندير التوابل كامله والمعلقه ديال السمن، ونضيف الماء الكافي اللي غادي يكفاني باش طيب هذه المقادير كامله، ونشعل عليها حتى تطيب. غادي نضيف اطرونس ديال الماء ونسد الكوكوط على المكونات كامله ونديرها كطيب. بالنسبه للمده ديال الطياب كتكون ما بين 30 حتى 40 دقيقه، لان كيبقى دائما على حسب الحمص، كاين اللي كيطيب بسرعه وكاين اللي لا، وغادي تكون عندي هذيك الساعه واجده. بعد ما كطيب كنعرفوا طابت بالحمص اللي ملي كنقيسوه كنصيبوا انه كيتقطع بالزربه. غادي نحيد هذاك العظم اللي كنت درت قبل ما ندير التدويره باش ما يبقاش يلصق ليا في التحت ديال الكوكوط، وغادي نزيد نضيف الماء. كيف ما ملاحظين راه نقص عندي الماء ولات هنايا ثقيله، غنضيف تقريبا واحد اطرونس هكاك. غادي نشوف الماء اللي كيكون سخون، ضروري ما يكون سخون لينا باش بالزربه كتغلى لينا، وغادي نرجعها فوق البوطه تغلى مزيان بين ما صوبت ليها هاد التدويره ديال الحريره. التدويره ديال الحريره كنحتاجو تقريبا واحد 2 حفنات هكاك، 80 غرام ديال الشعريه اللي كتكون متوسطه في الحجم، ماشي اللي كتكون غليظه وماشي اللي رقيقه بزاف ديال الصفه. هنايا عندي ما بين 5 حتى 6 معالق كبار ديال الدقيق. الدقيق دائما كيبقى على حسب الحريره كيفاش تبغيوها، واش بغيوها ثقيله ولا خفيفه. انا كنفضلها تكون شويه خفيفه ما تكونش ثقيله بزاف. وعندي هنا علبه ديال مركز الطماطم اللي كتكون هذه من وزن 140 غرام كنظن. غادي نديرها هذه كامله لانه المطيشه اللي استعملت ماشي حمراء بزاف، ملي كتكون المطيشه البلديه كندير بها كنديرها كثيره وما كنديرش هذا المركز ديال الطماطم كامل. اليوم درت مطيشه غير قليل كيف ما لاحظتوا معايا، داكشي علاش غندير هاد 140 غرام كامله. هنايا عندي واحد القرعه اللي كتسد مزيان، درت فيها واحد 2 كيسان تقريبا ديال الماء، غادي نخلطهم مع الدقيق. غادي نضيف الدقيق كيف ما قلت كيبقى على حسب الذوق، ولكن من الاحسن ما ديروش حريره ثقيله، تكون خفيفه شويه. غادي نخلط هادشي كامل، نسد القرعه وغادي نخلط كلشي مزيان حتى كيذوب هذاك الدقيق في الماء ما يبقاش عندي فيه كويرات.
صافي عندي تخلط كل شيء. هنا الا كان عندكم شويه ديال الشك خفتوا يكونوا بقاو حبيبات ديال الدقيق، ما عليكم غير تصفيو باش ملي تكبوه في الحريره كتجي الحريره مقاده، ما يجيوش هذوك الحبيبات ديال الدقيق من الفوق. غادي نضيف هذا المركز ديال الطماطم حتى هو على الدقيق، وغادي نعاود نخلط كل شيء مزيان. ديروا هذه الطريقه هكا، الدقيق مع مطيشه مع المركز ديال الطماطم، باش ملي كتضيفوا الدقيق على الحريره ما كيتغيرش ليها اللون، ما كتشهبش وكتولي بيضاء، كيبقى اللون ديالها منقاد. غادي نعاود ثاني نسد كل شيء ونخلطو، كنبقاو نحركو هكا مزيان في مركز الطماطم مع الدقيق حتى كيندمج تماما. بالنسبه للحريره كتختلف من منطقه لاخرى، بحال الحريره البيضاويه ماشي هي الحريره المراكشيه اولا المكناسيه ولا الفاسيه، اولا الحريره ديال مناطق الشمال مع مناطق الجنوب، والحريره الشرقيه كذلك حتى هي مختلفه تماما. كيشحروا هذا الحمص والمكونات كامله اللي كنديروا في الاول، ومني كتبعد كيديروا لها التدويره، وكذلك كيضيفوا ليها الكرويه اللي كتنسمها وكتجي بها لذيذه بزاف. داكشي علاش الحريره المغربيه ما كاينش غير نوع واحد، كتختلف باختلاف مناطق البلاد والعائلات وافراد كل اسره. وهذه انا هي طريقتي بغيت نشاركها معكم اليوم، نتمنى انها تكون عجباتكم. صافي غادي نحطها هكا على جنب ونخليها حتى تغلى ليا الحريره. بعد ما غلات الحريره غادي نضيف الشعريه، وغادي نضيف التدويره ديال الدقيق ومركز الطماطم. وهنا غادي نبقاو مستمرين في التحراك، ما نحبسوش من التحراك، لان بسرعه كتلصق لينا لتحت الشعريه والدقيق حتى غطيب عندنا الحريره. الحريره بعد ما درت ليها الدقيق خليتها كطيب على عافيه اللي كتكون ما بين متوسطه ومجهده، مع التحراك دائما باش ما كينسقش لنا داك الدقيق لتحت. كنعرفوا طابت بالشعريه، وكذلك بديك الرغوه اللي كتكون تكونات هنايا كتكون حمراء كتبقى كتغلى حتى كتحيد تماما ما كتبقاش. دابا في الاخر غادي نضيف داك شويه القزبر اللي خليت من قبل، كنضيفو حتى الاخر باش كيبقى عاطي النسمه ديالو. وغادي نعصر واحد نص حامضه هكا تقريبا، هذه اختياريه اللي بغيتوش ديروها دابا، كتقدموا الحريره مع الحامض كيتواتى معاها مزيان. نعصرو هكا نحيد هاد العظم الطحنيه، وغادي نخلطو كلشي مزيان، نحاولو نقادو الملح والبزار. بالنسبه لي انا كنفضل تكون هكا خفيفه على ثقيله، ما تنساوش انها راه مازال غادي تبرد وغادي تزيد تقال واحد شويه، واذا كتفضلوها تكون تقال ما عليكم غير تضيفوا واحد شويه ديال الدقيق بالنسبه للكميه اللي درنا في الاول، لان دائما كيبقى على حسب الذوق وعلى حسب كل شخص كيفاش كيبغي الحريره ديالو تكون. نتمنى ان طريقتي تكون نالت اعجابكم، ما تنساوش تشاركوا في القناه باش توصلوا دائما بالجديد، وبصحه وراحه.